ده مش يعني ده لاعب جديد اتنقل من فريق اياكس الهولندي راح لفريق امستردام. لا ما مش لاعب كوره، ما شفناهوش في الكوره. اوكي ده ممثل اتعاقد على فيلم عالمي اسطوري. لا 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 ولا هو كده اصلا. المقطقط ده الشاب الوسيم اللي انتوا شايفينه على الشاشه دلوقتي ده، ده ما شاء الله يا اولاد رئيس وزراء كندا، رئيس وزراء كندا. الشاب الحليوه ده اللي واقف في المترو في الاندر جراوند في المحط مترو بيتصور سيلفي، ده رئيس وزراء كندا. يا خيبتنا التقيله، يا خيبتنا التقيله، ده رئيس وزاره، شوف واقف ازاي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا رب ما خلقتنيش كندي وريحتني ليه. بص ده رئيس وزاره، لا شفناه شايب وعايب، ولا شفناه كرشه لقدام زي الست الحامل في التاسع، ولا شفناه ماشي بحراسة، ولا شفناه صايع ضايع. ده الصايع ضايع ليه قصة بحكي لك عليها. بص ماشي في المترو، تحت المترو ماشي في المترو في الأيام. ايه الناس البايخة دي؟ ايه الغلاسة دي؟ ايه يا راجل ده عبد الرحيم علي ما يمشيش المشية دي، ده عبد الرحيم علي اخطر منه يا راجل. ده رئيس وزارة شايف ما شاء الله والناس بتجري تسلم عليه. بص ده تم انتخابه يا معلم. والله تصدق انا لو شفته هزعل منه جدا، لان انا مش واخد على كده. لو شفته هقول له احترم نفسيتك واركب العربية السوداء ووراك سبع عربيات زي احمد نظيف كده لما ضرب شاب في كلية هندسة، وزي محلب وزي غيره. وبعدين انت تنفع رئيس وزارة؟ انت يا راجل تنفع رئيس وزارة؟ انت كبيرك يا ابني تلعب كورة. بص اتفرج. لا بص بقى اللي يلفت النظر، الناس كمان ما بتلحس فيه. ما حدش قدم له طلب عشان عايز عمود نور فوق الكشك بتاعه، ما حدش قال له امه يتيمه وبتجري على ثلاث عيال، ما حدش قال له ايه كميه الموضوع، ما حدش قال له حاجه. ده الناس بتسلم عليه وايه اخرها حضن جميل وخلص الموضوع على كده، اخرها كده. ما حدش اشتكى له قال له والله عايز حبيتين ترامادول من اول امبارح. ايه يا معلم الناس دي؟ ايه الناس اللي اتضايق دي؟ بص ده شايل الشنطه ولا دي شايله الشنطه؟ خلاص. وده قال له اخر طلب انا ممكن اطلبه منك سيلفي معاك، اوكي ده اللي انا اقدر اعمله معاك. ده اللي ممكن تعمله لي بس. ما حدش قال له وحياه ابوك عايز كارت منك للنقيب اللي عندنا في البلد حدانه جارفني انا واولادي. ما حدش قال له كده. هتسألوا كده يعني هو يجنن وهم كمان يهبلوا. ايه واحنا مش عايشين؟ ايه واحنا مش عايشين؟ ايه واحنا مش عايشين؟ إيه